حياكم الله مشاهدينا الكرام، رافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. الإطار التنسيقي يواصل التصعيد ويقترح إعادة الانتخابات في حزيران. في الزمان، مفوضية الانتخابات ترسل تطمينات للمعترضين على النتائج. نقرأ في العربي الجديد، شكاوى حمر على ضد الانتخابات العراقية، والخاسرون يواصلون حركهم. في القدس العربي، طائرات مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا. في الخليج الإماراتي، تحشيد واسع لمسيرات في الخرطوم، والفرقاء يطالبون بالتهدئة. الدستور الأردني عنونت مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في غور الأردن. نقرأ في الشرق الأوسط، اجتماع أمريكي أوروبي في باريس الجمعة لبحث الاتفاق النووي الإيراني. تجمع وسائل الإعلام والصحف ومعاهد البحث والدراسات السياسية ولا سيما الغربية منها على اعتراف بأن الحكومة المقبلة في العراق ستكون توافقية بين الكتل والأحزاب وعلى مبدأ المحاصصة الطائفية التي بنيت عليها العملية السياسية والنظام الحاكم في البلاد. وهنا جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن الانتخابات ما هي إلا وهم يبث بين مرحلة وأخرى، يراد منه تجميل صورة الديمقراطية التي يقوم عليها تسويق المشروع الأمريكي في المنطقة. تحاول الميليشيات التي تدعمها إيران بوصفها المحور الثاني بعد الولايات المتحدة في رعاية العملية السياسية أن تجعل من موقفها المعترض على نتائج الانتخابات رقماً صعباً في معادلة قوى العملية السياسية لتشكيل الحكومة التاسعة. ولعل الشغب الذي أخذت تبديه بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية القاضية بخسارة عدد من الجهات ذات الصلة بالميليشيات صورة ابتدائية لهذه المحاولات. يبدو من أحداث الانتخابات وما تلاها من لغط وفوضى أن لعبة الولايات المتحدة مع إيران اتخذت شوطاً مغايراً لما هو متوقع في الأوساط السياسية، إذ إن النتائج المعدة مسبقاً تشير إلى مناورات أمريكية لترويض إيران وإلزامها حداً معيناً في ميدان اللعب ومساومتها لاحقاً حين يراد تشكيل الحكومة، ليكون شكل الأخيرة مشابهاً في مضمونه لما سبقها ومتغيراً بعض الشيء في شكله الخارجي الذي يناور به أمام الرأي العام. على العراقيين الذين كسبوا الجولة وأحسنوا اتخاذ المواقف السياسية بمقاطعة الانتخابات وصد الأحزاب وممثليها والتيقن من بطلان العملية السياسية وفساد منظومتها أن يواصلوا مشوار المناهضة ويستمروا في طريق التصدي للمشاريع التي لا يجني العراق منها سوى مزيد من التدهور والانحطاط. وأضاف الكاتب أنه حتى تؤتي المواقف أكلها لابد للعراقيين أن يتخذوا أسوة مثلى تكون سنداً داعماً ولساناً ناطقاً ويداً تقاتل من أجل حقوقهم، ولن يجد أحداً غير القوى الوطنية الرافضة للاحتلال والعملية السياسية أهلاً لذلك. تحت عنوان الانتخابات العراقية تزعزع الحرس القديم، ذكر موقع المونيتور الأمريكي أن النتائج الأولية للانتخابات مثلت صدمة كبيرة لتحالف الميليشيات الموالية لإيران المتهم بقتل المتظاهرين وترهيبهم، بعدما خسر هذا التحالف أكثر من نصف عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2018. الموقع أشار أن هذه الصدمة دفعت الميليشيات الموالية لإيران إلى إصدار تهديدات بأن السلام الاجتماعي سيتزعزع إذا ظلت نتائج الانتخابات قائمة. وأضاف الموقع أن دعوة عناصر الميليشيات إلى النزول للشوارع للاحتجاج كانت عرضاً سيئاً ومقدمة بالغة الخطورة،
على مستقبل البلاد الذي يعاني أصلاً من انتشار السلاح دون ضوابط، خاصة أن تلك الميليشيات تعتبر إلغاء نتائج الانتخابات معركة وجودية للحفاظ على مكاسبها من وجودها للسلطة. لكن رغم ذلك فإن هذه التحركات لن تقود إلى تغيير نتائج الانتخابات. ونقل موقع المونيتور عن مصادر عراقية قولها إن هناك جهوداً إيرانية للجمع بين التيار الصدري وأعضاء الإطار التنسيقي في إطار نوع من الترتيبات الموحدة التي تبقي النظام السياسي كما هو، حيث تروج هذه الوساطة الإيرانية لضرورة ترسيخ الهوية السياسية للأحزاب الشيعية حتى لو كان ذلك ضد رغبة الناخبين العراقيين. ورأى الموقع أن هذه الوساطة ستنتج معادلة حكم غير فعالة وستكرر بشكل أساسي الإخفاقات الهيكلية لحكومات ما بعد عام 2003، حيث كان صنع القرار صعبا والأداء ضعيفا باستمرار. أضاف موقع مونيتور أن التحدي الذي يواجهه التيار الصدري حاليا هو ترجمة فوزه الانتخابي إلى فوز سياسي وتكوين حكومة قوية بعيدة عن الطائفية أو مواجهة غضب الشارع. عن مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق كتب يونس السيد مقالا في صحيفة الخليج الإماراتية، رأى فيه أنه مع بعض المفاجآت التي أفرزتها نتائج الانتخابات وظهور مؤشرات واعدة بإمكانية حدوث تغيير طفيف في النظام السياسي، ولكن هذه المؤشرات لا ترتقي إلى الرهان على تغيير حقيقي ينشده العراقيون، فقد بقيت القوى التقليدية تتسيد الموقف وتهيمن على السلطة السياسية بغض النظر عن تفاوت تأثيرها في إدارة البلاد. مع عدم توقع حدوث تغيير ذي شأن في النتائج المعلنة رغم الطعون التي تجاوزت 1000 بحسب مفوضية الانتخابات، إلا أنها حملت في ثناياها بوادر أزمة حقيقية. فللوهلة الأولى يبدو أن حلول كتلة التيار الصدري في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً سيحسم نظرياً مسألة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والفوز بمنصب رئاسة الوزراء. تبين أن الأمور لن تكون سهلة مع حلول تحالف دولة القانون بزعامة نور المالكي في المرتبة الثالثة بواقع 37 مقعداً وتراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بعد أن مني بخسارة فادحة بحصوله على 16 مقعداً. المسألة لا تزال غير محسومة للتيار الصدري بوجود منافسة قوية من جانب المالكي الذي يجيد اللعب في مساحة التحالفات، ومن ذلك الإعلان عن تشكيله كتلة ائتلافية مع القوى الخاسرة من 85 مقعداً، فيما يرى بعض المراقبين أن العملية لن تتعدى محاولة الضغط على التيار الصدري للوصول إلى توافق حول تسمية رئيس وزراء من خارج المعسكرين، وهو الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أن المالكي متهم لدى قطاع واسع من العراقيين بأنه يقف خلف منظومة الفساد التي نخرت البلاد وبددت ثرواتها. وأضاف الكاتب أنه أياً كانت التحالفات الجديدة فإنها لن تكون سوى تكريس لهيمنة القوى التقليدية، خلافاً لرغبة أغلبية العراقيين الذين يطمحون في قيام دولة وطنية ديمقراطية ومستقلة ذات سيادة تستعيد هيبتها في إطار المؤسسات والقانون. هناك تناقضات في تصريحات السياسيين ومفوضية الانتخابات ومن حولهم بشأن النتائج، وعلى حين تستمر أعمال مسيسة في محاولة تعطيل الشارع العراقي وإثارة الانتباه إلى مسألة منتهية ولا يحدث فيها تغيير جوهري مهما كانت قوة الاعتراضات وأساليب الخاسرين. هنا فتح عبد السلام قال في صحيفة الزمان إن العراق بات بلد الأزمات الداخلية المتراكمة وأغلبها مزمن ويزداد تعقيداً مع مضي الزمن.
أمام هذا المشهد العراقي نرى أن المعترضين على نتائج الانتخابات لم تنل الإجماع البسيطة من العراقيين، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 41%، يزيدون من عزلتهم بدل تحقيق الاندماج من خلال مسارات سياسية أخرى في العراق. ولا أدري لماذا يفترض المعترضون أن الفائز بأعلى الأصوات وهو التيار الصدري سوف يبقى على طول الخط ملتزماً بعدم التصعيد في الشارع في حال وجد التيار وأن حصته النيابية التي أعلنت على نحو أولي تتآكل وربما مهددة بالنزول. سيكون هناك اتجاهان وقوتان في الشارع عندئذ، وتلك بداية الانهيار الواضح للسلم الاجتماعي الذي هو أهم ما يمكن أن يتمسك به العراقيون. فلا الانتخابات ولا الأحزاب ولا حتى الحكومة تعني شيئاً مهماً يمكن مقارنته بالسلم الاجتماعي في بلد لا زال واقفاً على كف عفريت. جولات التفاوض ستطول، ولا بد لمن يمسك بمفاتيح تحريك أتباعه في الشارع أن يدركوا أن النتائج لن تتغير، وأن الانتخابات لن يعاد إجراؤها، فهي مبكرة أصلاً، ولن يقضي البلد عمر نصف جيل من أجلها. كما أن إلغاء العد الإلكتروني الذي دفعت موازنة الدولة مئات الملايين من الدولارات في سبيله لا يمكن إلغاؤه. وأضاف الكاتب فتح عبد السلام في صحيفة الزمان: نال الأهم من ذلك كله أن عليهم إدراك أنهم يسعون إلى ثقب السفينة التي يبحرون جميعهم فيها، لا بديل لهم عنها، إلا أن الشعب صانع البدائل، ولا يتأسف أو يذرف دمعة واحدة إذا غرقت تلك السفينة، إذ لا تزال الأمواج المتلاطمة تضرب بالشعب منذ سنوات بعيدة، وهم كانوا في أمان في المرفأ الآمن في المنطقة الخضراء، وإن انقلاب المعادلات ليس أمراً مستحيلاً في بلد المفاجآت. قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي لم يتردد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولا مستشاروه والتكوينات الجديدة المنتحلة في الكلام باسم ثورة تشرين، وأنه قد خرج من رحمها وحقق مطالبها. وهنا تؤكد ولاء سعيد السامرائي في صحيفة العربي الجديد أن أول ادعاءات الكاظمي وهو أنه لا ينتمي للأحزاب الموجودة في العملية السياسية هذا غير صحيح، لأنه واحد من أبناء العملية السياسية ورئيس للمخابرات في حكوماتها ويأتمر بأوامرها بحسب تعبير الكاتبة. قراءة بيان خاص بالإنجازات التي يعددها مستشاروه عبر الفضائيات ومكتبه الإعلامي تظهر تمثيليات ساسة الاحتلال وركاكة العملية السياسية ومدى الهوة بين الشعب العراقي ومقرات المنطقة الخضراء التي يتمترس فيها أصحاب عملية الاحتلال خوفا من غضب العراقيين. الحقيقة أنه لا نهاية لادعاءات حكومات المنطقة الخضراء، وأكبرها هو ادعاء حكومة الكاظمي بأن ما يقوم به هو تحقيق مطالب ثوار تشرين، خصوصا إجراؤه انتخابات مبكرة، وذلك مناف للحقيقة. فلو أن الكاظمي قد أجرى الانتخابات في شهر نيسان الماضي أو حتى في شهر حزيران لكان له الحق في القول إنه حقق أحد مطالب تشرين، لكنه تهرب منها بحجة جائحة كورونا. أما الادعاء الآخر فيخص الكيانات السياسية الوهمية التي ترعاها حكومة الكاظمي على أنها كيانات لثوار تشرين جاءت من صلب التظاهرات. مع تسلم الرجل رئاسة الوزراء برز أكثر من وجه وأكثر من تشكيل يتحرك بحرية ويقيم مؤتمراته في قاعات فنادق الدرجة الأولى، يدعي انتماءه لتظاهرات تشرين وللثورة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ يزعم هؤلاء أن الحل الوحيد للتغيير في العراق هو الدخول إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات والقيام بالتغيير من داخل هذه العملية، وليست التظاهرات ولا الثورة.
أضافت الكاتبة ولاء أن الكاظمية ومعه كل أحزاب الاحتلال يتوهمون إذا اعتقدوا أنهم تمكنوا من القضاء على ثورة تشرين، فهي عائدة لا محالة، لأن التظاهرات لم تتوقف إلا بسبب وباء كورونا واحترام المتظاهرين الشروط الصحية في التباعد وعدم الاختلاط. لكن الذكرى الثانية لها قد أكدت أن جذوتها لا تزال متوقدة ومشتعلة، لم تنطفئ في قلوب العراقيين. اهتمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأعمال العنف التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي، إذ ذكرت في مقال للكاتب ديفيد غارنر أن العنف يسرع في انحدار لبنان نحو إخفاق الدولة. وأضافت هذه الصحيفة البريطانية أن الاشتباكات التي وقعت في بيروت الأسبوع الماضي لا تنذر بالخير في بلد يستعرض فيه حزب الله المدعوم من إيران عضلاته. الكاتب يقول إن هذه الأحداث هي جزء من معركة يخوضها حزب الله وحلفائه لضمان أن التحقيق القضائي في انفجار أغسطس آب 2020 في بيروت لن يسفر عن أي شيء. واعتبر الكاتب أنه في حال نجح الحزب في ذلك سيكون لبنان في طريقه لأن يصبح محمية إيرانية على البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن حزب الله وهو دولة فوق الدولة مصمم على عدم تحمل اللوم عن كارثة العام الماضي، وهي واحدة من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ. وأضاف الكاتب أن الصراع حول التحقيق في انفجار المرفأ يؤدي إلى تسريع انهيار البلاد التي تتجه أصلاً بالفعل نحو أن تكون دولة فاشلة. وذكر الكاتب بأن زعيم حزب الله حسن نصر الله اشتكى الأسبوع الماضي من أن طارق البيطار القاضي الذي يحقق في انفجار المرفأ متحيز وسيتعين عليه الرحيل، تماماً كما تمت الإطاحة بسلفه فادي صوان بعد ضغوط سياسية. وأشار الكاتب إلى أن القاضيان كانا قد حاولا القيام باستدعاءات واعتقالات لتوقيف سياسيين بارزين وأمنيين، وعدد كبير منهم مرتبط بحزب الله. وذكر الكاتب أن حسن نصر الله في خطابه الأخير يوم الاثنين الماضي ذكر الجميع بقوة قواته حين ادعى أن عددهم 100,000 مقاتل، مضيفا أن الأمر الأكثر مدعاة للقشعريرة بحسب تعبير الكاتب هو تحذيره الضمني من أن المسيحيين قد يخاطرون ببقائهم على قيد الحياة. فصلت بلدة جوفنتينو رساس في ولاية جواناخواتو في المكسيك، فصلت قوات الشرطة التابعة لها كلها للاشتباه في صلتها بالجريمة المنظمة. فقد ذكرت الحكومة المحلية في المكسيك أنه بناء على طلب من مجلس بلدة جوفنتينو رساس سيطرت الشرطة الإقليمية على البلدة وصودرت أسلحة وذخائر ومعدات وسيارات، وتبين أن شرطيين اثنين في الأقل بحوزتهما مخدرات غير مشروعة. وذكرت صحيفة لا جورنادا اليومية فصل نحو 100,000 من أفراد الشرطة البلدية، مؤكدة أن أعضاء من عصابة سانتا روزا دي ليما قد تسللوا إلى الشرطة هناك، وينجم جزء كبير من أعمال العنف عن عصابات ضالعة في تهريب المخدرات والابتزاز وسرقة النفط والبنزين، يرتبط العديد منهم بعلاقات مع السياسيين وقوات الأمن. قبل الختام مشاهدينا الكرام نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية. إذن لنا لقاء في السبت المقبل إن شاء الله تعالى في صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.